السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا في دولة تعتبر من الدول القوية والدول اللي بيطمح ليها الكثيرون، ودولة ممتازة جدا في الدراسة. تمام، هي منحة دراسية ممولة بالكامل في دولة ماليزيا. الدولة اللي هيكون فيها هذه المنحة هي دولة ماليزيا، وطبعا دولة اقتصادية قوية ودولة فيها جامعات قوية جدا ممتازة وفي طلاب كتير جدا بيدرسوا في ماليزيا. بالنسبة للجهة المانحة اللي مقدمة هذه المنحة هي جامعة اسمها جامعة بيرلس، تمام، جامعة بيرلس الإسلامية. ودي جامعة ترتيبها كويس جدا وجامعة في مدينة ممتازة جدا في ماليزيا. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على الفرصة بكل سهولة. تمام، طيب المرحلة الدراسية المتاحة لهذه المنحة، المنحة دي يا جماعة موجهة لدرجة البكالوريوس والدبلومات، يعني لو انت مخلص ثانوية عامة او في اخر سنة من الثانوية العامة او بما يسمى في دول المغرب العربي باسم البكالوريا، بتقدر تقدم على الفرصة دي لدراسة البكالوريوس او الليسانس. تمام، كمان لو انت حابب تعمل دبلومة، المنحة دي متاح فيها عمل الدبلومة، مثلا انت تخصصك دارس بكالوريوس مثلا وحابب تعمل دبلومة في مجالك متاح ايضا، فمتاحة بدرجة البكالوريوس ومتاحة للدبلومات. تمام كده، طيب بالنسبة للتمويل الموجه لهذه المنحة، ثواني بس قبل ما اتكلم في التمويل، بالنسبة لو انت شخص اخدت البكالوريوس وعايز تقدم على بكالوريوس مرة أخرى، ممكن تقدم عادي مرة أخرى بشهادة الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا. تمام؟ واضح كده؟ طيب، خلينا دلوقتي نشوف إيه التمويل. التمويل في المنحة دي تمويل ممتاز جدا. أول حاجة الرسوم الدراسية كاملة مجانا، أنت مش هتدفع أي تكاليف دراسية خالص، كل رسوم الدراسة هتكون على حساب المنحة. تمام؟ هيكون في راتب شهري، راتب شهري كويس وراتب شهري معقول، هيكون في راتب شهري 350 رينجيت ماليزي. تمام، والمبلغ ده مبلغ كويس جدا. ليه؟ لان المنحة دي بتشمل السكن الجامعي وبتشمل وجبات الطعام، يعني انت مش هتدفع اي تكاليف تانية من ال 350 رينجيت دول للسكن او لوجبات الطعام، لان هيكون السكن الجامعي مشمول وجبات الطعام مشمول. 350 رينجيت دي حضرتك عشان لاي احتياجات اخرى شخصية، مثلا انت محتاج اي حاجة تانية فده كمصروف ليك. تمام، فتعتبر المنحة دي منحة ممتازة جدا ممولة بالكامل. كمان مصاريف الكتب والأبحاث هتكون على حساب المنحة، يبقى عندنا كل التمويل ده على حساب المنحة، ما عدا طبعا حاجة واحدة هي اللي مش على حساب المنحة، هي تذاكر الطيران، وده طبعا أمر بسيط جدا لأن تذاكر الطيران بتدفع لمرة واحدة عند الذهاب وعند العودة، فيعني مش هيشكل أي حاجة صعبة على الواحد إنه مثلا يجهز تذاكر طيران لماليزيا. لكن كل شيء آخر زي رسوم الدراسة، الراتب، السكن، طعام، كل ده انت هتاخده مجانا. تمام كده، طيب هنا عندنا ملاحظة، هذه المنحة لا تحتاج شهادة لغة عند التقديم، مش مطلوب منك شهادة لغة لما تيجي تقدم في هذه المنحة. تمام كده، طيب المنحة دي كمان ليس بها حد أقصر العمر، فهي متاحة لجميع الأعمار للتقديم عليها. طيب التخصصات المتاحة في هذه المنحة، عندنا تخصصات كتيرة. أول حاجة زي كلية إدارة الأعمال وعلوم الإدارة، عندنا ممكن تعمل دبلومة في المحاسبة، عندنا بكالوريوس في المحاسبة، بكالوريوس في إدارة الأعمال، بكالوريوس في اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد، عندنا بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات، بكالوريوس في علوم الكمبيوتر. تمام، عندنا كلية القرآن والسنة ودي بيتم تدريسها باللغة العربية، بكالوريوس القرآن، كلية الدراسات الإسلامية، دبلوم الدراسات الإسلامية، دبلوم الشريعة، بكالوريوس في الدراسات الإسلامية، كل دي التخصصات المتاحة. تمام، فطبعا انا زي ما وضحت لكم ان معظم المنح حتى لو انت تخصصك مش موجود وحابب تقدم على تخصص فليكن تخصص مشابه بتقدر تقدم عليه، مش شرط انك يكون يعني تخصصك مشابه، مش شرط يكون نفس التخصص موجود، عادي جدا لو انت مثلا عايز تقدم على إدارة الأعمال فهو متاح، وكمان انها متاحة ما بعد الثانوية، فطبعا متاح ليك انك تقدم على اي تخصص انت عايزه، لان ده مش ماجستير ولا دكتوراه، وانما هي متاحة البكالوريوس، يعني متاح ليك اي تخصص تحب التقديم عليه. تمام كده، طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، عندنا صورة شخصية مطلوبة بيتم وضعها في الابليكيشن اونلاين اللي هنشوفه بعد شوية، مطلوب صورة جواز السفر بتاعك، تمام، مطلوب شهادة التخرج اللي هو شهادة الثانوية العامة أو شهادة البكالوريا،
ولو انت في اخر سنه، يعني لو انت بتدرس حاليا في اخر سنه من الثانويه العامه او البكالوريا، بتقدر تقدم بشهاده السنه التي قبلها لحين صدور الشهاده النهائيه، تمام؟ فده متاح برضو. كمان مطلوب حاجه اسمها شهاده صحيه، تمام؟ في شهاده اسمها الشهاده الصحيه او التقرير الطبي مطلوب. طيب التقرير الطبي ده هم حاطين عليه نموذج، انا حاطه لكم هنا، هتيجي تضغط على كلمه هنا دي عشان يفتح معاك نموذج التقرير الطبي. طب التقرير الطبي ده انت هتعمله ازاي؟ حضرتك زي ما هنشوف دلوقتي هيفتح معانا التقرير الطبي ده، تمام كده؟ اللي مطلوب هنا هي شويه فحوصات هتتعمل ليك، هتروح لاي مستشفى او اي عياده موجوده في بلدك، تمام؟ وتقول لهم اعملوا لي الفحوصات المطلوبه دي، تمام؟ او حتى يعني في مستشفيات وفي عيادات ما بتعملش الفحوصات، وعلى طول بتبقى عارفه ان التقارير الطبيه دي للمنح فبتمضي عليها. فكل المطلوب انك بتروح لاي مستشفى او اي عياده وبتقول لهم يعني عايزكم تمضوا لي على هذا التقرير ان انا خالي من اي امراض وصحتي كويسه. فبيروح الطبيب اللي في المستشفى كاتب التاريخ، ماضي لك على السيجنتشر بتاعته هنا، وماضي ان انت معافى وما عندكش اي مرض وكل الامور معاك تمام. فده بالنسبه للتقرير الطبي، تمام؟ طيب دلوقتي بقى خلينا نشوف اخر ميعاد للتقديم. بالنسبه لاخر موعد للتقديم هو مفتوح طوال العام. المنحه دي الابلكيشن بتاعها مفتوح طوال العام، وبيتم مراجعه الطلبات. يعني بعد لما حضرتك بتقدم ما بياخدوش وقت طويل جدا في مراجعه الطلبات، بيردوا في اقرب وقت، تمام؟ وبيتم يعني مثلا انت قدمت حاليا، انت قدمت في خلال الاشهر الحاليه، بيتم تضمين طلبك على اساس الدراسه في بدايه شهر سبتمبر 2021. طيب انت مثلا قدمت في شهر مايو او قدمت في شهر اغسطس 2021، فبيتم تضمين طلبك على اساس اللي هو فصل الربيع، اللي هو فصل ربيع 2022. فانت على حسب السمستر اللي انت عايز تبدا فيه او الترم اللي انت عايز تبدا فيه، تمام؟ فهي الابلكيشن تقدر تملاه اي وقت، والمنحه بتنسق معاك السمستر او الترم اللي انت هتبدا فيه، تمام كده؟ طيب هنا عندنا ملاحظة ان احنا قناتنا قناة منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لاي فرصة ومنحة انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه الفرصة متاح. وفي خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الاوراق بشكل احترافي عشان تستخدمها في التقديم بنفسك لاي منحة انت عايزها. وفي خدمة تالتة احنا وفرناها من عدة ايام، وهي خدمة التقديم على الكورسات اونلاين لمساعدتك وتزويد فرص قبولك في المنح. ولو عايز اي خدمة من هذه الخدمات هتلاقي رابط استمارة كل خدمة في صندوق الوصف اسفل الفيديو، بتملأه وبنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. طيب دلوقتي انا حاطط لكم هنا الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه التفاصيل، تمام؟ هتلاقي كل التفاصيل اللي انا قلتها هنا الخاصة بالمنحة موجودة في الاعلان الرسمي، زي ما هيفتح معانا دلوقتي، هيفتح معانا الموقع الرسمي للجامعة، تمام؟ اسمها جامعة بيرجلس الاسلامية، طبعا جامعة معترف بيها وجامعة تعتبر من افضل واحسن الجامعات على مستوى ماليزيا وعلى مستوى العالم ايضا، وليها ترتيب كويس جدا. طيب هتلاقي هنا الاشياء اللي بتوفرها المنحة، اللي هو الراتب الشهري ورسوم الدراسة مجانا. طبعا مش هتلاقيهم هنا حاطين الراتب الشهري كام، ولكن احنا لينا طلاب بيدرسوا في ماليزيا، ووصلنا اخبار ان المنحة دي بتعرض راتب شهري حوالي 350 رنجت، تمام؟ ده الراتب الشهري ما بين 350 ل 400 رنجت، الراتب الشهري المعروف في هذه الجامعة. طبعا هم مش محددين لان الراتب الشهري بيختلف من سنة الى اخرى، ولكن بشكل عام هيكون ما بين 350 ل 400 رنجت، تمام كده؟ فده الاعلان الرسمي. طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف ابلكيشن التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدم الان دي عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم الخاص بالمنحة. ابلكيشن بسيط مش معقد، بس تحاول تملاه بشكل كويس، تمام كده؟ طيب هنا انت حضرتك لازم الاول لما تيجي تعمل الابلكيشن لازم تعمل اكونت الاول على موقع المنح، تمام؟ فبتحط اسمك، اسم العائلة، بتحط رقم جواز السفر بتاعك، تختار جنسيتك، بتحط الباسورد، وبتحط الايميل بتاعك، بتحط رقم تليفونك، تمام؟ وبعد كده بيوصلك لينك تفعيل على الايميل، بتفعله، وبعد كده حضرتك بتاخد رقم جواز السفر اللي انت حطيته والباسورد اللي انت انشأته، وبتروح ضاغط على كلمة كليك هير تو لوجين، تمام؟ وبتحط بياناتك بقى بتاعه الابلكيشن، خلاص تكتب الباسورد بتاعك، تمام؟ وبتضغط على كلمه ساين ان دي عشان يفتح معاك الابلكيشن الخاص بيك، تمام كده؟ هيفتح معايا دلوقتي الابلكيشن بتاعي ده، الابلكيشن من جوه. طيب لما تيجي حضرتك تضغط على كلمه على الجزء اللي من الجنب ده، تمام؟
فهيظهر لك اول حاجه البروفايل بتاعك. لازم تعمل ماي بروفايل، انك لازم تجهز البروفايل بتاعك وتحط بياناتك كامله. فده الحاجات الجنسيه اللي احنا كنا حطيناها، والاسم الاول واسم العائله ورقم جواز السفر. هنا بتبدا بقى تختار الجندر بتاعك، حالتك الاجتماعيه متزوج ولا اعزب، ديانتك تمام. بتختار معلومات التواصل بتاعتك هنا، تحط العنوان بتاعك، مكان الاقامه الحالي تمام، بتحط معلومات احد الوالدين تمام، او احد الوالدين، بتحط معلومات احد الوالدين هنا او الشخص اللي بيرعاك حاليا تمام. وفي الجزء ده هنا حضرتك بتحط ابلود باسبورت لو بتحمل صوره جواز السفر تمام، وهنا بتحمل الشهاده الطبيه اللي احنا كنا قلنا عليها هنا، الشهاده الطبيه فاكرينها اللي هي من هنا دي تمام. وهنا لو انت كنت دخلت ماليزيا سابقا بتحط فيزا ماليزيا اللي انت خدتها سابقا، لو ما دخلتش ماليزيا قبل كده خلاص بتسيب السكشن ده فاضي تمام كده. طيب وهنا الصوره الشخصيه بتعمل ابلود بروفايل بيكتشر اللي هي صورتك الشخصيه. بعد كده بتخش على الخانه اللي بعدها اللي هي بتختار التخصص اللي انت عايز تدرسه تمام. هنشوف دلوقتي ان متاح عندك اختيار بحد اقصى 5 تخصصات تمام، ليك 5 رغبات تختارهم. تختار بقى الرغبه الاولى، تشوف التخصص اللي انت حابب تقدم له، الرغبه الثانيه، الرغبه الثالثه، وهكذا تمام كده. طيب بعد اختيار التخصصات بتروح للاكاديميك كواليفيكيشن اللي هي المؤهلات العلميه بتاعتك، انت خلصت ايه او بتدرس ايه لحد دلوقتي. طبعا دي كلها هنا حاجات مرتبطه بالطلاب الماليزيين، ولكن انت كطالب دولي من بره ماليزيا بتروح عند كلمه اذرز دي بتضغط عليها وبتختار الليفل بتاعك الحالي. مثلا انت دلوقتي مخلص هاي سكول ومخلص ثانويه عامه او بتدرس ثانويه عامه، تختار دي هاي سكول تمام، وتبدا تحط اسم المدرسه بتاعتك او اسم المؤسسه بتاعتك. تقدر تحط الجي بي اي بتاعك او نتيجتك، سواء لو انت لسه بتدرس يبقى نتيجه السنه اللي قبلها، انت شعبه علميه ولا شعبه ادبيه، سنه التخرج او السنه المتوقعه للتخرج، وبتبدا تحط كل التفاصيل دي تمام. بعد لما بتضيف دي بتخش على خانه اسمها الفاندنج اللي هي بقى التمويل، انك بتقول لهم اللي انت عايز تقدم على اساس منحه تمام. طيب هنا بيقول لك ان الحاجات دي بتشملها المنحه تمام، المنحه بتشمل السكن، رسوم الدراسه مجانا، وهنا بتختار نوع المنحه، بتختار اول واحده تمام اللي هي دي ام اي اي بي اس سكولارشيب، ده نوع المنحه اللي احنا عايزين نقدم عليها تمام. وبتحط هنا دي معلومات اضافيه بقى، دخل الاسره بتاعتك كام، دخل والدك مثلا كام، وظيفه والدك، هكذا تمام كده. طيب بعد كده بتروح بقى للسكشن الاخير اللي هو الديكلاريشن، خلاص انك بتاكد ان كل معلوماتك بشكل صحيح، انك حطيت بياناتك بشكل صحيح. طبعا انا الصوره مش هتظهر لي ولا البيانات كلها تظهر لي عشان انا في حاجات كثيره ما مليتهاش. وبعد كده لما بيظهر لك ان كل حاجه كامله قدامك بيقول لك اضغط على كلمه اجري وسبميت ابلكيشن، وبكده يبقى الابلكيشن بتاعك بيوصل للمنحه بنجاح، وبتنتظر تقييم المنحه للابلكيشن الخاص بيك تمام كده. ده شرح التقديم للمنحه، صراحه منحه ممتازه جدا مش صعبه، لكن عايزه بس تقديم كويس وتحط البيانات بشكل صحيح وترتب كل شيء بشكل صحيح. وما تنسوش ان احنا بنعرض 3 خدمات، خدمه التقديم لاي منحه انت عايزها، خدمه تجهيز الاوراق، وخدمه التقديم على الكورسات لتزويد فرص قبولك في المنح تمام كده. وموعد التقديم للمنحه مفتوح طوال العام، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في هذه المنحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.